ينتظر الفنان أحمد وفيق عرض فيلمه قبل الربيع في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بدورته 30 والذي يعرض في المسابقة الرسمية. أحمد قال لكاميرا النشرة أن فيلمه يوثق لحظات هامة في عمر الوطن، وهو عبارة عن حالة سينمائية ترصد أحداث ومواقف وشخصيات موجودة في المجتمع وتنتهي أحداثه يوم 25 يناير. وأضاف وفيق أن الفيلم له ظروف خاصة ولا يصلح أن يقدم في مناسبات مثل العيد أو أجازة منتصف العام، والتي يكون لها مواصفات مختلفة تماماً لأن جمهورها ينتظر أفلاماً خفيفة وكوميدية. ومن ناحية أخرى ينتظر وفيق عرض فيلم وش سجون في عيد الأضحى المقبل، والذي يشاركه البطولة فيه باسم سمرة وأحمد عزمي، ويجسد من خلاله شخصية مجرم يعيش تجربة صعبة مع مجموعة من المساجين. باشا ده جاي بشيكات بعشرة مليون جنيه. أنا ابن الجيزة، ابن الجيزة اللذيذ. خايفة يا سجاد، خايفة أوي. لا مؤاخذة يا أبو حناطة، المعاملة خد وهات، وعم عاشم مات. يبقى مات. فاكرك يا صاحبي محل ثقة، طلعت محل جزم. أيوة متجوزين وبقت مراتك وهفضل كبسة على نفسك لآخر العمر. من النهاردة جابر مسيار العنبر كله. واللي حابب يحكي معايا وريني البداية. مفيش كبير في أم السجن ده ولا إيه؟ لا مفيش. اضرب يا شاوين. ضرب الحكومة مش حرام ولا عيب.